لا، والتفصيل هذا اللي هو ينبغي أن يكون هو هل هو عنده فيه تسبب ولا ما عندهش فيه تسبب فيما يتعلق بالمحرك استهلاكه، إذا كان هو لقدمه، ولأن هذا عمره مثلا في كل 5 سنوات أو في كل سنة يحتاج إلى تجديد شيء في المحرك أو تجديد إطار عجلات وكذا، هذه على المالك يعني، لأن تابع للعين يعني، عليه أن يقوم زي تصليح البيت، زي البيت اللي يقطر في المية على المالك هو اللي يصلحه. لكن إذا كان شيء آخر مثلا يتعلق فيما يتعلق بالهيكل، يعني ضربها حد ولا صار له حادث ولا، ينظر فيه إذا كان فيه نتيجة الإهمال، وهو هذا الشركة خلتها في مكان غير آمن واعتدى عليها، فيكون هو ضامن. وإذا كان هو محافظ عليها وما هوش مفرط، فالضمان يعني ليس عليه، الضمان على الملك.